ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني اللي عطره الله على أول مسجد بني في الإسلام. ما شاء الله تبارك الرحمن. مسجد قباء. السلام عليكم. الله يسعد مساكم بكل خير في هذه الليلة الفضيلة، ليلة الجمعة، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الآن متواجدين في الساحات الجنوبية الغربية لمسجد قباء. هذه المنطقة نحن صورناها قبل فترة. المنطقة هذه فيها منطقة مقصد قباء، ما يعرف بمنطقة مقصد قباء. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. حياكم الله. حياكم الله يا حبيبي. ايش اخبارك؟ كيف اموركم؟ ابرك السعد والله حبيبي. كيف امورك؟ ان شاء الله مرتاحين. الله يسعدك ويخليك ان شاء الله. الله يبارك فيك. والله بخير. كيف المزرعه؟ الحمد لله يا رب. ان شاء الله في تقدم ولا لسه؟ يا رب دعواتك ان شاء الله. الله يسعدك. اللهم امين يا رب. ان شاء الله. كيف امورك؟ ان شاء الله مرتاحين. الله يبارك فيكم. الله يعطيكم الف عافيه. الحلوه هذه يا حبيبي. الله يخليكم. ان شاء الله دعواتك. الله يبارك فيكم. موفقين. الأستاذ مازن أبو النصر ما شاء الله، اللي هو الناظر، ناظر على وقف أوقاف أبو النصر، هي مزرعة المستظل ما شاء الله في هذا المكان. طيب هنتجه إلى عطرة. الأستاذ سلطان المرواني والأستاذ أحمد الحجوري ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك لهم. اليوم افتتحوا هذا الفرع الكبير في منطقة مقصد قباء، واللي هي مطلة على مسجد قباء ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك لهم يا رب ووسع عليهم، يستاهلوا كل خير. وهذه إطلالة على مسجد قباء ما شاء الله، المنطقة جدا جميلة. طيب حنتقدم، أول شيء حنشوف حنقدر نصور ولا في عوائل. إذا في عوائل ما حنقدر نصور إلا لقطات يسيرة، فخلوكم معنا. طبعا حيصعب علي الاقتراب والتصوير من المحل او من داخل المحل. للعلم ترى تصويري هذا كله ما هو اعلان للمحل ولا ابدا اي تردد دعوه للافتتاح، لكن يعني حبيت اني انقل لكم بعض التفاصيل الجميله اللي في مدينه الحبيب صلى الله عليه وسلم. النبات العطره، هذا نبات عطري يوضع مع الشاي، فعشان كذا سمي المحل بهذا الاسم، وله ما شاء الله فروع عديده. هذا فرع، وفي عندنا مزرعة المربد فيه فرع، وفي أيضا عندنا منطقة واجهة قباء أو جادة قباء، في أيضا الفرع الرئيسي اللي نحن في الأصل نعرفه. وهذه البقاع الطيبة المباركة اللي نحن الآن يعني نتمشى فيها تعطرت بمسير الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه منطقة مقصد قباء يعني جميلة المنطقة، ممكن للزائر للمدينة أو ممكن يعني لزائر المدينة أن يأتي إلى هذا المكان. في كثير من المحلات، كثير من البراندات موجودة ومنتشرة في هذا المكان، بالإضافة إلى وجود جلسات. لسه المنطقة يعني تحت التهيئة، فيها مناطق كثيرة جميلة فيها جلسات طيبة، فمتاح للجميع زيارة هذه الأماكن الطيبة. واعذرونا يعني ما نستطيع أن نتجول بكم إلا في أماكن محدودة، ما ودنا أن لذلك يعني حنكتفي بهذا التصوير، وإذا وجدنا مكان آخر نصور لكم فبإذن الله تعالى حنصور لكم. للعلم احنا بالقرب من مزرعة المستظل، أحد المزارع اللي استضيف النبي عليه الصلاة والسلام فيها عند مقدمه من مكة المكرمة مهاجرا، واستقبل في منطقة ثنية الوداع الجنوبية، منطقة قريبة من هذه المزرعة. وأيضا مثل ما ذكرنا ضيف في هذه المزرعة، وحدثت فيها حادثة الاستظلال برداء أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فحدثت يعني من الموافقات العجيبة، سميت هذه المزرعة بمزرعة المستظل نسبة لهذه الحادثة. ومن قبل أيضا عندنا المنطقة فيها بطون كانت المستظل، يقال أنه من بنى وحي جحجبي، فلذلك سميت المنطقة بمنطقة المستظل. ثم حدثت حادثة المستظل، يعني كانت يعني مثل موافقة لاستظلال النبي عليه الصلاة والسلام برداء أبي بكر الصديق لما أصابت وجهه الشمس. هذه مناطق قباء، ديار بني عمرو بن عوف من الصحابة الأنصار من الأوس، وهذه كلها ديار الأوس.
امشي بكم ازور بعض الاماكن المرتبطه بسيره النبي عليه الصلاه والسلام. ما شاء الله هذه الساحات الشرقيه لمسجد قباء، اليوم الاجواء ما شاء الله جدا جميله على مدينه النبي عليه الصلاه والسلام. درجات الحراره تقريبا 22 في الفترات الصباحيه، فترات الظهر تقريبا 37 يعني بدات الاجواء خلاص يعني رسميا دخل الشتاء تقريبا. هنا منزل الصحابي الجليل كلثوم بن الهدم رضي الله عنه، وعندنا ايضا منزل الصحابي الجليل سعد بن خيثم رضي الله عنه، وهنا بئر اريس او بئر النبي عليه الصلاه والسلام او بئر الخاتم، كلها تسميات لهذا البئر. الامام المراغي رحمه الله ذكر في كتابه تحقيق النصره، او نعم تلخيص تحقيق النصره بتحقيق معالمه داري الهجرة تقريبا، هذا اسم الكتاب الإمام علي المراغي، ذكر فيه أبيارا مشهورة في المدينة المنورة. قال: إذا رمت آبار النبي بطيبة فعدتها 70 مقالا بلا وهن، أريس وغرس رومة وبضاعة كذا بصة قل بيرحاء مع العين. فأريس هو هذا البئر، اسمه أريس واسمه بئر الخاتم، نسبة لسقوط الخاتم من يدي عثمان رضي الله عنه أو من يد عامله معيقب أو معيقب الدوسي. ما شاء الله. هنا عندنا متحف السيرة اسمه الرحلة إلى قباء، الدخول تقريبا غالي شوي يعني ممكن ب45 ريال للشخص الواحد. السيارات، سيارات الهوكي اللي تأخذ إلى المسجد النبوي الشريف مقابل 10 ريال عفوا. بعض السيارات فيها تكييف، بعض السيارات بدون تكييف، مفتوحة مكشوفة. يعني هذه كانت لمحة سريعة عن هذه المناطق الجميلة، نسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع زيارة هذه الرحاب الطيبة المباركة. فكرة هذا المعرض اللي هو الطريق إلى قباء، يعني طريق هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ووصوله إلى مدينته، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، المدينة المنورة التي تنورت بمقدمه كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء صلوات ربي وسلامه عليه. نستودعكم الله، نلقاكم بإذن الله تعالى في تغطية أخرى، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.